أحب ضيف اللي بينضم لي من القاهرة الدكتور أحمد خزيم المستشار الاقتصادي. دكتور أحمد، وأنا بسأل حضرتك قبل الهوى على سعر الدولار مرتبطا بفوائد ال 25% على الشهادات وتأثير ده على الديون، قلت لي كله منفذ على بعضه. طب لما هو كده ليه كل قرار في هذه المرحلة مش منفذ على التاني وكأننا شغالين في جزر منعزلة؟ لا، اولا مساء الخير ليك والساده الضيوف، وتحياتي لكل الاخوه اللي معانا على الهاتف. مرحبا. القصه يا استاذ محمد انا مضطر اشرحها وتديني يعني دقيقه مثلا او دقيقتين. اتفضل. انا قلت لك قبل كده اخطر ما نمر به حاليا في خلال العشر سنين الماضيه هي عمليه الهندسه الماليه. اسمح لي بقى اشرح لاول مره الهندسه الماليه. يعني الهندسه الماليه انا في فرق عندي بين الاصلاح الاقتصادي وفي فرق عندي بين الاصلاح المالي والنفسي. الفارق بينهم بون شاسع جدا. انا بتعامل مع اصلاح مالي ونقدي مش من النهارده، مش من 10 سنين، من اول ما بدات التعامل مع صندوق النقد الدولي وانا بتعامل معاه من هذه الوجهه. وبالتالي لما ارجع اقول ان كل التقارير اللي بتخرج سواء عن التضخم، سواء عن معدل السيوله، سواء عن علاقه الجنيه بالدولار، سواء كل الارقام دي مجتمعه بيتعمل لها حاجه اسمها هندسه ماليه. وانا اشرت قبل كده اللي ده كان الخطا الرهيب اللي اوقع اليونان في كارثه سنه 2015 لما كانت بتنضم للاتحاد الاوروبي، والنقطه مهمه جدا، فكانت بترفع تقارير عن نسبه الناتج القومي خطا، كانت بترفع تقارير عن نسبه الخروج الناتج القومي خطا، كانت بتزود عن التضخم خطا عشان يقبلوها. ولما اتقبلت حصلت الفقاعه اللي دخلت وتدخل الصندوق الناتج. دي نقطه. النقطة الثانية في النقطة دي يا دكتور، وهسيب حضرتك تكمل، لا نغفل دور المؤسسات الدولية بأنها غضت الطرف على اللي بتعمله اليونان بالنسبة للأرقام بالذات التضخم وما إلى ذلك. يعني كان في شيء كده من إنه إحنا مش واخدين بالنا، موديز ومعظم المؤسسات الدولية. اتفضل كمل. كمان المؤسسات المالية وكثيرا من الأشياء لما بتبعت تقاريرها بيبقى في توجه معين وقراءه للمفترض ان كل التقارير اللي بتوصل للمؤسسات الماليه العالميه من اي دوله في العالم، ثقافه الناس اللي هناك عارفه انه هذه التقارير مرت على المؤسسات داخل كل دوله، لجان مختلفه، مجلس النيابي، يعني حصل عليها نوع من انها بيانات مدققه مش بيانات يتم استيفائها لاغراض قد تكون لحظيه. خليني بس اقفز على النقطه المهمه. فبالتالي انا النهارده لو انا كان عندي يعني دايما هرجعك ل قرض 2016، ولو الناس تفتكر وحضرتك تفتكر والساده الاخوه اللي معانا على البث لما كانت الفجوه الماليه 21 واتسمح لنا بال 21 وتقال نفس الكلام اللي انت بتسمعه، هنقضي على السوق السوداء وعشان نصدر وعشان نعيد هيكله وهكذا. احنا عملنا في نفسنا العمله اللي بنكررها ومحدش عايز يعني يعترف بهذا الامر، ان وصلنا ل 21 مليار من ال 12 بتوع الثلاث سنين والخمسه بتوع البنك الافريقي والاربعه السنوات، وكان المفروض نبدا نستعد لضغط 9 مليار مباشره احنا قلبناهم لخروج. ادي ناحيه. الناحيه الثانيه انك بتاخد القروض ما بتحطهاش في مشروعات، هنا بقى التلامس مع اللي بنقول عليه الاصلاح الاقتصادي، في مشاريع انتاجيه او امور تولد لك دولار، ما انت في الاخر مدان بالدولار عليه فايده. ثم انت النهارده عندك الدوره الثالثه والرابعه، انك انت عندك النهارده الفدرالي كمان الامريكي، وانت احتياطيك بالدولار وتعاملك بالدولار واستيرادك بالدولار وفرق الوارد من الصادر، موضوع طويل عشان اقول، عشان كده كله بيأثر في بعض. فانت هو بيرفع 4.5 وهيرفع النص كمان بدايه السنه دي على مرحلتين، فبيحملك بحاجتين اثنين، بيرفع لك سعر الدولار وبيقل الجنيه، وفي نفس الوقت بيرفع لك الفايده على العجله الانفاق. كمان لما بترفع ال 3%
في الدين الداخلي في العالم. طب ما انت اكبر الحكومه اكبر مدينه ليه 3% على 6 تريليون في 6 تريليون؟ حط الرقم ده، كل ده بيؤثر في اضعاف قيمه الجنيه. فانت في حلقه متحركه لما سميتها الدائره الجهنميه دي عماله تروح من مرحله لمرحله لانها كلها متواليات هندسيه ومساله رقميه وللاسف صاحبه معاها الجنيه لمزيد من التخفيض قدام الدولار بهذا الشكل في كل جوانبها هذه السلسله الجهنميه.